بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. راح أقدم كيكة لتويليتشا. أحتاج كوب من الطحين نخلته حاليا على ورق الزبدة، وهذا الورق نفسه راح أستخدمه البقالة بالكيك. أحتاج كوب من السكر، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة طعام من النشا، ملعقة كوب بيكنج باودر، ملعقة شاي فانيلا، وربع ملعقة شاي ملح، وقليل من عصير الليمون. افتح البيض اول مره بكاسه جانبيه وبعدين اضيفه بالخلاطه. هسه حضيف بالسكر وايضا الفانيلا، وهذا مقدار عصير الليمون. هسه راح ابدي اشغلها واخفقها كلش زين. هسه انا استمريت اخفق بيه ودا اشوفكم البيضة شلون صار بهالشكل مثل الكريمة. راح ابدي اضيف للطحين. بسم الله الرحمن الرحيم، اخليه على دفعتين، وهاي النشا ايضا، الملح والبيكنج باودر. بداية احركه حتى لا يتناثر عندي بالماكينة. اخفق هذا المقدار واكمل المقدار الثاني. راح ابدي اضيف المقدار الثاني، اخفقه شويه يعني مو مالح عليه بالخفق. هسه حتى لا الح عليه بالخفاقه استخدم السباتولا، اخذ من الاخير واكبيه بهذا الشكل، افضل بالسباتولا. لاحظوا الفقاعات موجودة بعدها. وهسه هذا قالب الكيك دهنته بالزبدة وخليت ورق الزبدة اللي نفسه استخدمته بالطحين يكون هو اصلا بطحين. زيادة الخير خيرين. راح اصب الكيكة بسم الله بهالشكل كل المقدار، وراح اشغل الفرن. انتو خلوه على درجة 180 نص ساعة، او خلوه تحت المراقبة. انا فرني غير شكل ارقام، اخليه عالي بالبداية وبعدين شوية شوية انصبيه، اراقب هالكيكة ما اتركها. بعد ان احول كل المقدار بالقالب هيك بهالشكل، احركه شوية خفيف وبعدين اخليه بالفرن. كيكة ما شاء الله صارت جاهزة عندي، واني متعودة اختبرها باي السكينة الرقيقة يعني منبلة. ما راح رأسا اطلعها من الفرن، طفيت عليها بس انتظرها شوية تبرد. هسه بسم الله هنا الكيكة جهزت عندي، بس احتاج اتخلص من ورق الزبدة. هنا عندي طبقة انشالت ويا ورق الزبدة، فبهالحالة ما راح اثقبه. هي هاي الكيكة يصيحوها جاتو بالحليب، لانه نضيف على السطح الكيكة حليب وهي دافية بعدها. هنا عندي مقدار كوب وثلاثة ارباع كوب من الحليب، راح اضيف له مقدار ربع كوب من كريمة الطبخ. هذه الكريمة هاي حبيت اشوف لكم اياها، او اي كريمة تستخدمون. بسم الله راح اضيفه للمقدار اللي عندي مالت الحليب، ادمجه شوية وراح اسكبها على الكيكة وهي دافية. بسم الله شوفوا شلون يتشربه، او تقدرون تثقبوها بعواد الخلة. لهالسبب يسموها جاتو بالحليب. تقدرون نفسها كريمة الطبخ تخفقوها، تخفقوها وتحولوها كريمة بإضافة السكر، أو أنا راح أستخدم كريم شانتيه لأنه يكون ناجح أكثر وطيبة. مغلفين راح أستخدمها الموجودة بداخل العلبة بداخل الباكيت، هذا مغلف وهذا مغلف الثاني. راح أفرغها بالماكينة وأضيف لها قدح من الحليب بالإضافة إلى ملعقة طعام سكر مطحون. هذا القوام اللي حصلت عليه مالت الكريمة، راح ابدي اصبها فوق القالب. هسه
تساوي بهالشكل. راح اساوي بها بهاي الاداه واشيل الزايد. اخذت الطبقه الزايده مالت الكريم، تركت مجال حشوه يعني كريمه الكراميل حنخليها فوقها، مو ضروري انه تكون ملسه لانه حتصير عليها طبقه ثانيه من الكريمه، بس ضروري انه نتركها اكثر قدر ممكن بالثلاجه حتى تجمد الكريمه، ويعني ما يختلطون سوى الكريمتين، كريمه الكراميل والكريمه البيضاء. بنفس الوقت شوفكم لازم نبقي مقدار من الكريمه حتى نزين بيه. وشوفوا هاي الطريقه، خليت يعني كيس مالت الحلواني او اي كيس متوفر انتظره يبرد بهذا الشكل، واعوفه يبرد ايضا بالثلاجه. هسه ظلت لنا مكونات الكريم كراميل، احتاج كوب سكر، هنا ربع كوب من كريمة الخفق، نصف كوب ماء، ملعقتين طعام زبدة، وهاي اضافة من عندي نكهة الكريم كراميل. على نار متوسطة راح ابدي احرق بالسكر الى ان يذوب عندي، اضيف له مقدار الماء. ما راح احركه بهاي المرحلة، انتظر يتغير لونه وتبدي تظهر بيه فقاعات، يتحول للون البني. هسه هنا بس يبدي لونه يتغير اضيف له الزبد، طبعا نصيت النار، راح اضيف الزبد بهذا الشكل. كريمة الطبخ وراح اخذها بسرعة على نار ناصية. تهدئ شوية واضيف بهذا كريمة الكراميل النكهة. هسه بهذا اللون وبهذا السموك راح اطفي النار وانتظرها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ارفعها من الطباخ حتى لا تستمر عملية الطبخ. بسم الله، هسه هاي الكيكة بردت بالثلاجة بهذا الشكل. هنا عندي كريمة الكراميل صبيتها بمكان اسهل عندي، اسكبها على الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل مكان لازم يتغطى عندي السطح بالكامل. هنا أنا غطيت سطح الكيك بالكريم كراميل وأيضا راح أنتظره يبرد. الخطوة الأخيرة قبل لا نصب طبق التقديم ونقطعه، بسم الله، خطوط التزيين. راح أخلي خطوط رفيعة وأمشي سريع حتى لا تصير عندي مثل الأمواج. دا نمشي سريع بهالشكل ما تشكل عندنا امواج بالخطوط، يعني ما نتردد راح يصير خط مناسب. اضيف بعد شوية بهالشكل، كلها صارت مضبوطة. راح اخذ عود بهالشكل واسحب بهالطريقة. بهالشكل شكلها صار جاهز، بقى نقطع من عندها ونشوفها شلونها. بسم الله، راح اقطع الكيكة احولها 6 قطع حتى احولها بهاي العلب اللي اخذها جاهزة حتى يصير شكلها مثل المحلات اللي نشتريها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الكيكة جدا هشة. راح اخذ هاي القطعة الصغيرة. طبعا رقيقة جدا. هالشكل. بس نجيب شطل. لاحظوا الكيكة. ولاحظوا شلون هشة. هاي اهش كيكة بالعالم. وهسه مثل ما قلت لكم راح احولها بال هاي المواعين البلاستيك حتى تصير مثل الجاهزة. اتمنى الوصفة عجبتكم وتقدرون تنفذوها. شكرا لكم.